الناس بتبدا تيجي الجيم لاكتر من هدف، في حد جاي لوز ويت، حد جاي عايز يعمل ماسل جين، حد جاي بس عايز يحافظ على الفيتنس ليفل بتاعه، عايز يتمرن فور يور هيلث او لصحته ويبقى نفسه احسن. انا ابتديت التدريب من حوالي سنتين، كان الهدف في البدايه ان انا يعني عايز اخس، كان وزني زاد وبعدين حسيت ان انا محتاج اخس، فابتديت اجي للجيم علشان اتدرب. يعني كنت متضايق جدا من جسمي ومن شكل جسمي، بصيت في المرايه لقيت ان انا حاجه ضخمه جدا وسني صغير مش كبير، كانت حاجه زي كده مضايقاني. انت نفسيا بعد التدريب بتحس انك نفسيا مرتاح اكتر، انت عارف الضغوطات بتاعه الحياه اللي موجوده، الرياضه جزء كبير منها بيريليز النيجاتيف انرجي، الطاقه السلبيه اللي موجوده، فبتخليك اهدى نفسيا، فبتحس انك نفسيا مرتاح اكتر، غير انك جسديا طبعا بتحس فرق كبير. الجيم غير في حياتي حاجات كتير جدا، بالنسبه لاسلوب العيشه بتاعي كمان، نظم لي كل حاجه في حياتي، صحياني، نومي، نظام التغذيه بتاعي. يمكن اكتر الاخطاء الشائعه في الجيم ان الواحد يعتمد على نفسه ويفتكر ان هو ممكن من على الانترنت بس او من على يعني الكتب او المجلات ان هو يتدرب وان هو يوصل للشكل اللي هو عايزه. انا كنت عارف الموضوع من الاول ان هو تمارين ومجهود هيتعمل وهيتبذل بس مش منظم. طبعا لازم يكون في مدرب موجود ومدرب مثلا كويس عشان يوجهك. ما تبصش للجيم ان هي حاجه جاي عاملها عشان عايز اوصل للنتيجه دي في اسرع وقت، لا، بص للجيم ان انا جاي بلعب رياضه عشان احافظ على صحتي، خليه يعني ديلي روتين او خليه حاجه لايف ستايل. الرياضه او التدريب في الجيم زي ما قلت لك هو اسلوب حياه، ده بيغير اسلوب حياتك تماما. يعني القرار صعب في البدايه ومحتاج صبر، هيبقى فيه حرمان في الاول وهيبقى فيه تعب، بس بعد فتره شهرين ثلاثه هتبتدي تحس بالفرق، هتبتدي تحس بالفرق داخليا وخارجيا. النصيحه بوجهها للناس ان لازم يغير من حياته وينزل الجيم، لان حاجه زي كده هتغير مسار حياته تماما صحيا ونفسيا. بنصح اي حد ما بيمارسش رياضه، لا، انصحه ان هو يبدا على طول من النهارده ينزل يمارس رياضه، مش شرط بس الجيم، اي رياضه تانية ممكن يبقى حاببها، ويصبر على الحاجه اللي هو بيعملها ويحبها ويبص لها ان هو مش بس انا بعملها عشان شكل جسمي او غير شكل الشيب بتاعي، لا، انا بعملها عشان افيد نفسي وافيد صحتي وادائي يكون افضل في شغلي في حياتي اليوميه، يبقى في صبر ويخليها لايف ستايل، يبص للرياضه ان هي اسلوب حياته.